اليوم ونحن نعيش في ظل الذكرى الثانية لتأسيس الحج الشعبي، لابد من الوقوف على أبطال الإعلام الحربي، الإعلام الذي وقف وقفة مشرفة مع هؤلاء الأبطال، كل من وثق بطولات الحشد، كل من قام بنشر هذه البطولات، حتى الشخص العادي، حتى الإنسان العادي الجالس في البيت الذي نقل أخبار الحشد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كل هؤلاء عبارة عن جزء من منظومة إعلام الحج الشعبي. اليوم احتفلنا بأبطال إعلام الإعلام الحربي، المقاتلين في جبهات القتال الذين يقاتلون بالصورة وبالصوت وبالقلم وبالكيبورد لنقل هذه البطولات. احتفلنا بتتويجهم أبطال للإعلام العراقي والعربي والعالمي. كلما زاد الانتصار، كلما اندحر داعش، زاد الإعلام المضاد الموالي لداعش عداء أهل الحشد وللعراقيين كافة. اليوم نجد وسائل الإعلام المضاد تحاول النيل من أبناء الشعب العراقي، من قوات الحج الشعبي، لكن بكل فخر إعلامنا الوطني، إعلامنا العراقي، وكالاتنا، صحافتنا، فضائياتنا، إذاعاتنا، صحفنا، الكل وقف ضد الإعلام الموالي لداعش واستطاع أن ينتصر بكل فخر. معركة الفلوجة الأخيرة كانت عبارة عن نصر إعلامي للإعلام العراقي، كما كان هنالك نصر للقوات المقاتلة من حشد وقوات مسلحة ضد الجماعات الإرهابية. الحج الشعبي يجب أن يكون هناك كل سنة وأن يستمر. الحج الشعبي تأسس ليبقى لا لينتهي. الحج الشعبي اليوم أصنع بطولات كبيرة، مواطنة دماء كثيرة، دماء طاهرة نزفت على أراضي العراقية. لولا الحج الشعبي كان لا يوجد هناك عملية سياسية، لولا الحج الشعبي وتضحياتهم كان لا يوجد هناك حكومة. الحج الشعبي يجب أن يخلد ويجب أن يدرس للأجيال أن يعرفوا أن نهضوا جميعهم لمقاتلة تنظيم داعش. وكل سنة إن شاء الله سوف يكون هناك مؤتمرات عدة وليس مؤتمر واحد. الله الرحمن الرحيم، نحن سنويا نحتفي في هذا اليوم بتكريم الإعلاميين وخاصة الإعلاميين الحربيين الذين استطاعوا أن ينقلوا صورة الحقيقة من جميع المحاور القتال إلى شعبنا البطل في داخل العراق وخارج العراق. نحن نحتفي بهم، وهذه من أقل الواجب اتجاه الإعلاميين الأبطال المجاهدين الذين يقاتلون بالكلمة، يقاتلون بالميكروفون، يقاتلون بالكاميرا، يقاتلون بالصورة والحقيقة وينقلون هذه الصورة إلى كل الناس. فنحن من واجبنا أن نكرمهم ونقول لهم حياكم الله بهذا القتال، وأعطينا لهم هذه الدرجة، درجة المجاهد لكل إعلامي يشتغل في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبناء الشعب العراقي كلهم التفوا حول الشعب الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو الوطن، هو أبناء الشعب، لذلك نحن لا نلتفت إلى هؤلاء. هذا من جهة أنه لا يؤثرون على معنوياتنا، أما من حيث الجزاء فنحن سنجازيهم. لدينا يعني وضع جديد، سنحاكم من تصدى للحج الشعبي، سنحاكم من شوه الحج الشعبي، سنحاكم من حاول أن يثير نعرة طائفية بين أبناء الشعب العراقي بإذن الله سبحانه وتعالى. تكريم كحافز معنوي إلي وكل المقاتلين بالإعلام الحربي، احنا نسميهم مقاتلين لأن ما يفرق عن المقاتل شيء. احنا نقول هذا التكريم حافز معنوي إنه راح حتى ننقل الصورة الحقيقية ونفرح الشعب العراقي بانتصاراته مثل ما فرحناه بانتصارات الفلوجة وتحريرها. حامد علي ومصور حربي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالحقيقة مثل هذه المهرجانات وهذه الكرنفالات الداعمة لأبناء الحج الشعبي والداعمة لأبناء القوات الأمنية، وهذا اليوم ذكرى عامان على فتوى المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني الذي انبثق منها من رحمها أبناء الحج الشعبي. هذا اليوم المهرجان خص بتكريم نخبة من المراسلين والمصورين الحربيين الذين واكبوا الانتصارات منذ النشأة الأولى، منذ فك الخناق عن آمرلي ومنذ تحرير جرف النصر وديالة وصلاح الدين وبيجي ومكحول وأخيرها الآن. يعني زملاء الآن لا زالوا لحد هذه اللحظة هم في سواتر العز والكرامة في مدينة الفلوجة يوثقون الانتصارات في الفلوجة على عصابات داعش الإرهابي. هذه التكريم هو دافع معنوي لنا نحن المراسلين والمصورين الحربيين، وهذه الجراح سوف لن تثنينا عن مرافقتنا لأبطال الحج الشعبي والقوات الأمنية أينما تطلب وجودنا وحيثما كان. هذا التكريم هو دليل على أن
احنا وما انجزته خلال السنتين الاخيره. اليوم دا اقطف ثمار عام تلو الاخر وانب راس الفتوى وتاسيس الحشد يلقي على وجود ابناء العراقيين وهم ابناء المرجعيه يحتفلون بذكر الفخر ويكرمون السواعد الاعلاميه. ديانا العليلي، وكاله صدى الاعلام.